السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا دكتور. كيف الحال؟ إن شاء الله كويسين. الحمد لله بخير. الحمد لله. خفيفة نحكي فيها عن treatment of cough، السعال. طبعا كانت في السيلبس مكتوبة antihistamine كمان معها، لكن احنا اخذنا الانتيهيستامين بالجنرال فارماكولوجي، وفعليا ما في اشي ينضاف على هذيك المحاضرة فيما يتعلق بالانتيهيستامين، فحكينا ما في داعي نعيدهم ونركز على الكف. اوكي، وهذا اللي راح يصير ان شاء الله. راح نبدأ نحكي عن شو هو الكف. What is the definition of cough? It is a sudden expulsion of air through the large airways. Okay. And ليش بصير الكف؟ As a protective reflex that helps clearing the airways from fluids, يعني from secretions, from irritants and microbes. Okay. اللي ممكن تكون دخلت على الairways. إذا نحن بنحكي عن الكف بنعرف إنه هي مش مرض طبعا بحد ذاته، وإنما هو sign of some underlying disease أو disorder معين. Okay. وهو بحد ذاته صح إنه الإنسان بحس إنه الكف is annoying of course، لكن هو عبارة عن protective defense أو defensive mechanism للجسم. أوكي، لأنه إذا دخل أي إشي بيكون يعمل irritation للairways أو بيعمل let's say infection زي passages. أوكي، أو إذا تراكمت secretions بالairways فالكف بتساعد إنه يتخلص من هاي من هاي الأمور. فهمتوا كيف؟ Interestingly كمان كنت بقرأ إنه بعض الباثوجين الفيروسز بالذات اعتمدت على الكف أو صار عندها modification بحيث إنها تسبب كف للإنسان، يعني من ضمن تكون signs of disease عنده كف، والسبب إنه حتى تزيد من انتشارها بالمجتمع، لأنه بالكف رح يصير إيش؟ elimination of droplets، والdroplets بيكون فيها الفيروس. أوكي؟ فهي مش بس defensive mechanism بالإنسان، لكن هو كمان عبارة عن خلينا نحكي خاصية بالفيروسز، أوكي، بتساعدها على الانتشار. وهذا الإشي طبعا يعتبر سيء للإنسان، ولكن يعتبر جيد للفيروس لأنه بيحافظ على بقائه. فهمتوا كيف؟ So عادة إحنا منقسم الكف إلى acute cough وإلى chronic cough، ورح نشوف كمان إنه بعدين في له تقسيم آخر اللي هو dry cough، يعني كف بكون ناشف جاف ما فيه production of sputum، وعكسه هو ال productive cough، أوكي، اللي بصير فيه sputum elimination. أوكي، بس خلينا أول شيء نحكي عن الأكيوت والكرونيك. على الأكيوت cough is defined as one lasting less than 3 weeks. أوكي، إذا إحنا بالتعريف إذا الإنسان صار عنده cough لمدة أقل من 3 أسابيع هذا يعتبر acute cough. أوكي، وهذا الإشي أكثر إشي بصير following an upper respiratory tract infection mainly viral infection. أوكي، فهذا الإشي ممكن إحنا بنجربه بحياتنا اليومية، إنه إذا الإنسان صار عنده رشحة، صار عنده مثلا sinusitis أو خلينا نحكي pharyngitis، flu طبعا راح يصير عنده cough، وخاصة إذا كان من viral infection. أوكي، طبعا this cough may be initially disruptive، يعني بيكون annoying للمريض جدا، لا okay، but usually it is self-limiting and rarely needs significant medical intervention. okay، وبالتالي الacute cough يعني صحيح احنا بنجيب له من الصيدلية أدوية وشربات وإشي، لكن هو فعليا self-limiting، يعني لو خليناه أو اعتمدنا على الهوم remedies اللي بنحكيها ممكن طبعا راح يروح لحاله عادة. okay، بالعكس الأكيوت هو الكرونيك كاف. أوكي، this is defined as one lasting than more than 8 weeks. ماشي، فهون إحنا إذا دخلنا على إشي مرضي، فهمتوا كيف؟ يعني كاف تستمر لكل هاي الأسابيع. أوكي، هذا رح يكون على الأرجح sign of a significant disease أو significant condition. أوكي، هلا عادة بكون الكرونيك كاف بكون dry أو minimally productive، يعني كمية السبيوتوم أوكي المتكونة أو الموجودة مع الكف تكون قليلة جداً،
بالكرونيك كاف على عكس الأكيوت كاف أوكي اللي عادة بيكون productive أوكي. وبشكل عام إذا في بالكرونيك كاف بتكون عندي سبيوتم كثير أوكي هذا usually indicates primary lung pathology. فهذا indicates that there is something wrong going on when in the lungs. Okay. كمان الكاف many times maybe the or usually the cough is the key symptom of many important chronic respiratory disease. Okay. And sometimes كمان الكاف ممكن يكون the only presentation of diseases outside the lungs. وممكن من أهمها من أشهر مثال عليها اللي هي gastrointestinal diseases ماشي يعني من الأشياء I don't know how common it is بس من الأشياء المعروفة إنه بعض المرضى اللي عندهم جرد تعرف إيش يعني جرد gastrointestinal reflux disease اللي هو الارتجاع المريئي ماشي بعض الناس اللي عندهم ارتجاع مريئي بكون عندهم ما عندهم أعراض زي الـ acidity of the stomach أو الأعراض اللي هي الـ gastric symptoms ممكن يكون الـ presentation إلهم إنه يكون عندهم cough chronic cough أوكي وراح نشوف الآن إنه كيف نتصرف يعني في هذا يعني في هاي الحالة so the general consideration regarding the diagnosis أو خلينا نحكي the causes of cough والtreatment إلها أوكي most cases of troublesome cough reflect the presence of an aggravant. Okay, aggravant is like a trigger. Okay, in a susceptible individual. شو يعني إنه بكون في عندي شخص. Okay, صار عنده trigger معينة. حكينا هاي trigger ممكن تكون أزمة. إحنا بنعرف إنه واحدة من symptoms أو signs of asthma is cough. Okay, drugs. رح نشوف إنه في drugs may cause cough. Environmental مثلاً irritants للجو gastroesophageal reflux حكيناها and upper airway pathology okay زي مثلاً sinusitis أو postnasal drip okay هدول كلها may be associated with cough okay فإذا صار الكاف يعني وصل لدرجة إنه يكون troublesome وchronic هذا as we said may be a sign of one of these triggers okay موجودة في condition اسمها eosinophilic airway inflammation okay وهي يبدو إنها related للأزمة okay بالpathology in this case okay إحنا إذا المريض عنده كاف وشكينا إنه ممكن يكون عنده eosinophilic airway inflammation المريض بيكون عنده eosinophilia بالblood okay نعطي a trial of oral steroid for 2 weeks okay and usually if it respond if the patient responds to the steroid maybe or probably عنده eosinophilic airway inflammation وراح يتحسن على الستيرويد وبالتالي تروح الكاف okay otherwise if there is no response to this oral steroid trial so probably this is not eosinophilic airway inflammation okay كمان نقطة مهمة okay you know no patient with a troublesome cough should continue on ACE inhibitor هلا انتم ممكن درستوا الACE inhibitors اوكي طبعا هي من ادويه الهايبرتنشن وبتشتغل طبعا باي انهيبيتنج الACE انزيم كوركت على واحده من السايد افكتس المعروفه للACE inhibitors اللي هو الدراي كاف اوكي والدراي كاف اللي بيصير مع الACE inhibitor انترستينجلي ما مش بالضروره تصير مع بدايه العلاج يعني ممكن يكون المريض اوريدي ماشي على الدواء لاسابيع او حتى اشهر اوكي وبعدين يبلش مايل دراي كاف اوكي هلا القاعده العامه بتحكي انه اذا اجى مريض يشكو من دراي كاف وبنعرف من الهيستوري انه هو بياخذ ايس انهيبيتر لازم نعمل ديسكونتينيويشن للايس انهيبيتر ونعطي للمريض ديفرنت ايجنت ممكن افضل بديل للايس انهيبيتر شو هو نعطي الاي ار بي يس الاي ار بي اوكي Correct. طيب حدا فيكم بيعرف ليش الـ ACE inhibitors بتسبب dry cough؟ شو الميكانيزم؟ لأنه بكسر الـ angiotensin converting enzyme المسؤول عن تكسير البرادكينين. تمام تماما. اللي بصير مظبوط إنه الـ ACE مش بس مسؤول عن الـ angiotensin كمان هو بيعمل metabolism للبرادكينين into some inactive metabolites. فلما يكون inhibited الـ ACE enzyme
راح يصير accumulation of bradykinin، والبراديكينين راح يتركز بال lung airways وبالتالي ممكن يسبب الكف. أوكي. وكمان وجدوا إنه في هذا فتح المايك. أوكي. كمان وجدوا إنه في another substance غير البراديكينين may be involved بهذا الميكانيزم اللي هو اسمه substance P. أوكي. وsubstance P هو عبارة عن neurotransmitter موجود بالnervous system وبيعمل زي activation أو hyperalgesia. أوكي. بيزيد اللي هو الاستشعار. أوكي. وبالتالي بيصير المريض عنده أسهل إنه يتحفز للقف. فهمتوا كيف؟ إذن القاعدة بتحكي إنه لما مريض بيجي بدراي كف كرونيك لازم نسأل عن المديكيشنز اللي بياخدها، وإذا كان بياخد الأيس إنهيبيتور احتمال كبير يكون الدراي كف منها، وبنعملها discontinuation وبنبدلها ب alternative ARB. ماشي. باي ذا واي في ريبورتس كمان إنه الARBs ممكن تعمل دراي كف ولكن بنسب أقل بكثير من الأيس. أوكي. Also one of the commonest causes of persistent cough is smoking, and this appears to be dose related. يعني كل ما كان عدد خلينا نحكي السيجارات اللي بيدخنها الإنسان أكثر فحدوث الكف عنده أكثر. أوكي. فبالحالة هاي طبعا الحل إنه نعمل smoking cessation if possible، لأنه السبب هو السموكينج. فهمتوا كيف؟ القاعدة العامة أصلا هي بتحكي إنه إذا الكف كان عبارة عن sign of some condition، أوكي، فالtreatment للكف رح يكون هو treatment of the underlying condition. فهمتوا كيف؟ يعني إذا المريض عنده كف من الأزمة، فأنا لما عمل treatment للأزمة correctly الكف رح تنحل. كذلك as we said إذا سبب الكف was smoking، يعني إذا في سبب واضح للكف السبب لازم يعالج. فهمتوا كيف؟ إذا المريض عنده جيرد اللي عم نحكيها لازم نعالجها كمان إلى آخره. أوكي. فدائما لما يكون في عندي كف معروف السبب، أوكي، لازم نعالج الـ underlying cause. As we said, cough may be a sign of gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease ما بعرف ممكن ما أخذته لسه، لكن هو عبارة عن مرض بصير فيه ارتجاع مريئي. أوكي. يعني إنه الأسيد content of the stomach ترجع أوكي إلى الأعلى، وبتسبب شعور يعني بالأسيدتي وبالبرن، أوكي، heart burn نسميها. وعادة طبعا بيكون المريض إذا بيشكو لما يكون عنده جيرد يشكو من أعراض gastric signs. أوكي. لكن أحيانا ممكن يكون عنده chronic dry cough سبب هالجيرد. أوكي. هلأ وجدوا إنه to treat this لازم نستخدم acid suppression therapy، والأفضل نستخدم proton pump inhibitors. إذا مرت عليكم هاي medications تعرفوها proton pump inhibitors؟ مرت علينا دكتورة. تمام. تعمل تقليل على إفراز حمض المعدة. Yes. It is بالضبط هي عبارة عن medications بتعمل inhibition of course the proton pump. Okay. بالستومك، وبالتالي الأسيدتي of the stomach بقل كثير باستخدام البروتون pump inhibitors. وحتى نتأكد إنه it is effective or not these should يعني should be taken for minimum 3 months. Okay. وبالتالي كل anti-reflux therapy. Okay. إذا كان المريض سبب الكف عنده من الجرد بتكون effective in treating cough. تمام. كمان من ال conditions that are commonly associated with chronic cough، okay، عندنا ال rhinosinusitis أو rhinosinusitis، and in this case خاصة إذا كان ال cough associated مع prominent يعني مع clear upper airway symptoms، okay، ممكن نعمل topical corticosteroid نعطي and may resolve the cough، okay. يعني إيش هي topical corticosteroid؟ يعني زي مثلاً الدروبس، أوكي، أو بخاخات الكورتيكوستيرويد اللي هي أصلاً indicated للallergic rhinitis. أوكي. This may be useful بالحالة هاي. هلا لازم نعرف نقطة مهمة جداً، زي ما ذكرنا بالبداية الكف هو بحد ذاته is a physiologic response، أوكي، to some حكينا to some irritant to something bad، أوكي، to the body. أوكي.
وبالتالي لازم احنا دائما نفكر انه في حالات معينه لا ما بنحبذ فيها نعمل كاف سبريشن. اوكي، لكلمه كاف سبريشن معناها انه انا استخدم ادويه توقف الكاف نفسه. فهمتوا كيف؟ هلا الكاف هو بنشا بالسي ان اس بسنترز معينه موجوده بالميدله. اوكي، احنا لما يكون فينا دراي كاف كرونيك نحتاج احيانا نعمل كاف سبريشن. كاف سبريشن يعني نثبت نفس الستيمولوس اوكي فور كاف. طبعا هذا الاشي صح انه indicated for some cases، بس بكيسز اخرى زي لما يكون في عندي bacterial respiratory infection غلط اني اعمل كاف سبريشن. ليش؟ لانه بالانفكشن اصلا الكاف بكون بيعمل elimination للباثوجنز وبيعمل elimination للإيريتانت وبيعمل elimination للسيكريشن. اوكي، فبالحاله هاي ما بصير او not indicated انه نعمل كاف سبريشن. اوكي، حتى ما نعطل هاي البروتكتيف ميكانيزم اللي موجود مع الكاف. فهمتوا كيف؟ اوكي، الان بدنا نحكي عن الكلاسز اوف ايجنتس ذات وي يوزوالي يوز تو تريت كاف. اوكي، ونبدا بالميوكوليتكس. ومن الميوكوليتكس طبعا هي اكثر من هذول، بس الموست كومون عندنا الأسيتيلسيستين، وهذا مر علينا أوردي لما درسنا عن سي أو بي دي. أوكي، وعندنا البروميكسين والأمبروكسول. أوكي، وانترستنجلي البروميكسين والأمبروكسول يعني كيميكالي ريليتد. الأمبروكسول is the metabolite of بروميكسين. ماشي، these agents طبعا كيف بيشتغل الميوكوليتيد؟ ممكن إحنا حكينا these facilitate expectoration by reducing sputum viscosity. Okay, إذن هو بيقلل من كثافة أو density أو viscosity of the mucus of the sputum، وبالتالي بصير الـ expectoration أسهل. Expectoration هي elimination of the sputum. Okay. Usually these agents are used in patients with chronic bronchitis أو COPD as we say. تمام؟ هلا ال another class that is related كمان بالميكانيزم اوف اكشن للميوكوليتكس هي بنسميها expectorants. اوكي، والexpectorants are oral drugs that are supposed to enhance the clearance of mucus. اوكي، كيف بيعملوا هذا الاشي؟ by changing the consistency the viscosity of mucus and increase the volume of expectorated sputum. And these are especially useful لما يكون انا عندي cough productive. اوكي، يعني لما يكون المريض عنده كاف وبتكون عنده thick secretions that are not expectorated easily. اوكي، انا ممكن ما حكيت، بدي ارجع السلايد اللي قبله. الاسيتيلسيستين حكينا بيجي هو على شكل باودر، ممكن حكينا يتذوب بالماء وينشرب. اوكي، وبيجي على شكل solution for nebulization. البروميكسين والامبروكسول بيجوا على شكل شربات syrups، وفي منهم تابلتس كمان. اوكي، هلا بالنسبه للاكسبكتورانت، سو وي سيد انه الاكسبكتورانت شبه الميكانيزم اوف اكشن للميوكوليتكس. اوكي، لانه نفس الشيء بقلله من الفيسكوسيتي، وبالتالي بيسهلوا عمليه الاكسبكتوريشن اللي هي الاليمينيشن اوف اوف كاف، عشان هيك اسمهم اكسبكتورانت. اوكي، حقيقه ذيس ايجنتس تستخدم بكثره، لكن ما في good evidence على الـ efficacy of these agents. بشكل عام رح نشوف إنه أغلب الأدوية اللي بنستخدمها for the treatment of cough are poorly effective بالـ clinical trial. ماشي؟ عشان هيك أنا دائماً أحكي بجوز كلمة بس للناس اللي بيستشيروني مثلاً إنه شو نستخدم للسعال، أنا بحكي إنه كل أدوية السعال وهي the most useless drugs ever. بس ممكن ببالغ اوكي بهاي الجمله، لكن فعليا خاصه بالاكيوت كاف اذ اول، يعني سواء شربت الشراب او ما شربته هي نفس النتيجه. فهمتوا كيف؟ لكن احيانا الانسان لانه الكاف مي بي فيري انوينج، اكيد جربته خاصه اذا كان نايت كاف او شيء، فالانسان بيحاول ياخذ اي شيء لو يخففه بنسبه 10%. صحيح، بشكل عام راح نشوف إنه الميوكوليتكس الإكسبكتورانس قليلة، يعني قليلة اللي هي الأبيدنس عليها to be really effective. تمام، على كل الإكسبكتورانس أكثر واحد مشهور هو الجوافينيسين،
والجفنسي reduces the acute viral cough and also inhibits cough reflex sensitivity in patients with upper respiratory tract infection. إذا راح نشوف إنه أغلب استخدام الجفنسين okay اللي هو بالمرضى اللي عندهم viral infections هذا راح يعمل أول إشي reduction للكف نفسه وكمان راح يقلل من reflex sensitivity يعني خلينا نحكي حساسية يعني response okay اللي هو مسميه الكف reflex okay بكون أقل يعني ما بكون المريض حساس جدا إنه يعني على أقل trigger يبلش مع الكف. فهمتوا إيش المبدأ؟ بس راح نشوف إنه مثلاً بحالات الـ upper respiratory tract infection الفيرال قد يستفيد الناس خاصة إذا كان عندهم mucus thick أوكي ممكن طبعاً أول شيء لازم يعملوا adequate hydration يعني المريض إذا كان dehydrated يصير mucus thicker أوكي فإحنا نعطي indication للمريض إنه to drink أوكي many fluids لأنه راح يسهل هذا الإشي وكذلك اللي ممكن يعمل inhalation of steam. كيف inhalation of steam؟ يعني simply إنه المريض بيسخن مي أوكي وبصير يطلع من المي إيش بخار صح؟ بيستنشق البخار زي ما بنشوف إنه بكون حاطين بشكير صح؟ يعني ماشي قديش هاي الشغلة مثلا common وهم رمدي يعني إيش بنعمله بالبيت بس هو very يعني very helpful للمريض اللي عنده thick mucus أوكي؟ Okay. الآن the third class of drugs that we use to treat cough اللي هي antitussives. Okay. Well, antitussives are also known as cough suppressant. كلمة tussive يعني من اللاتينية بمعنى كف. Okay. So antitussive they suppress اللي هو الكف. لاحظوا كيف إنه mucolytics اللي حكيناهم والexpectorants ما بيعملوا inhibition للكف. المريض رح يضل يعمل كف ولكن رح يغير من إيش حكينا من السبيوتوم نفسه أوكي أما الأنتيتاسيف لا إلهم قدرة إنه to control أو eliminate cough أوكي ورح يشوف إنه أغلبهم بيشتغلوا centrally على nervous system to as we say suppress اللي هي ال response أو ال cough reflex بالcenter نفسه اللي بصير فيها بالمدمة أوكي ولهذا السبب إحنا بنستخدم الأنتيتاسيف بال non-productive cough بال dry cough أوكي من الأجنس اللي بتكون معروفة إن إلها antitussive property اللي هي الأوبيates والأوبيates أو بنحكي عنها كمان opioids ماشي مرت علينا بواحدة من المحاضرات إذا بتتذكر أوكي هلا الأوبيates إحنا أكثر استخدام إلها اللي هي to treat severe pain أوكي بنسميها إحنا بنعتبرها analgesic for severe pain والميكانيزم of action للأوبيoids أو الأوبيates اللي هو centrally in the nervous system هو مو عبارة عن agonist of specific receptors اسمها mu opioid receptors okay, هذا الحرف الجريك letter هذا هو mu والناحية والإفكت اللي هو على الكف بيكون للreceptors أو بيكون عن طريق الreceptors الموجودة بالmedullary cough center okay. كمان وجدوا إنه in addition للcentral effect. They also may have some peripheral action, okay, on cough receptors الموجودة بالproximal airways, يعني على الairways نفسها. Okay, so, طبعاً انتو بتعرفوا لما أحكي عن central و peripheral بالnervous system, بس لما أحكي central nervous system, I mean اللي هو البرين والspinal cord. يعني البرين mainly بالحالة هاي. لما أحكي peripheral action, يعني بحكي عن peripheral nerves, على النيرس الموجودة peripherally, على النيرس. وبالتالي الأوبيates لما تعمل suppression of cough okay, تشتغل mainly centrally حكينا إذن وين على الميدلة cough center و may also have some effect peripherally وين بالairways ماشي لأنه بالنهاية اللي stimulus for cough بيصير من irritation of airways okay. وهذا اللي stimulus مين رح ينقله peripheral nerves الموجودة بالairways انتو كيف هلا واحدة بجزء من الموست كومونلي يوز opiates to treat cough اللي هو الكودين ماشي والكودين يعتبر من المايلد opioids اوكي حتى انه يعني لما احكي عنه من ناحيه الانالجيزيا يعني من ناحيه انه to treat pain مش اقوى كثير من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز الكودين
اوكي اذا هو مش very strong anti analgesic اوكي بس هو it is used mainly للكف as we said although there is little evidence for the clinical effectiveness ومشكلته طبعا الكوديين كمشكلة كل الأوبيويدز إنه إلها many side effects okay من أهمها sedation and constipation okay ذكروا هاي المعلومة إنه constipation هي واحدة من the most common side effects of opioids وممكن يكون annoying okay للمريض كمان من الأوبيويدز اللي تستخدموا كأنتيتاسيد طبعا في كمان هيدروبورفون and other بس اللي مذكورة اللي ذكرتها أنا هون بالسلايد هي المورفين and ميثادون these are effective يعني clinically proved to be effective لكن المشكلة إنه very strong medications okay وبالتالي إحنا بنخليها بس لحالات محدودة جدا اللي هي intractable cough associated with bronchial carcinoma okay so للمرضى اللي عندهم carcinoma of the bronchi okay طبعا هذول رح يصير عندهم intractable cough يعني intractable يعني cannot be treated okay بنستخدم لهم ايش المورفين او الميثادون اوكي which are strong opioids another antitussive كمان معروف ومنتشر بكثره بالميديكيشنز هو الدكستروميثورفان والدكستروميثورفان كمان بيشتغل سنترالي in the nervous system and هو it is an antagonist of the NMDA receptor اوكي اللي هو الN-methyl D-aspartate receptor Okay, and as a second mechanism of action, it may also antagonize opioid receptors. Okay, الإفكاسي كمان إلو مش بالقدر اللي بتوقعوه الناس. However, it is largely used. يعني رح نشوف إنه في كثير products بالصيدلية تحتوي على الدكستروميثورفان. Okay, هلا بالدوزز العادية رح نشوف إنه يعني it is pretty safe. Okay, هو الدرونك. حتى لو إنه بيشتغل سنترال، أوكي. لكن إذا المريض استخدمه أو الشخص استخدمه at higher doses، أوكي، ممكن يعمل hallucinations. تعرف إيش يعني hallucinations؟ هلوسة، أوكي. و يعني بصير المريض يسمع أو يشوف أشياء مش حقيقية، هيك معناها، أوكي. وبالتالي بصير عنده significant abuse potential. يعني ممكن المريض يدمن عليه. اوكي على الهاي دوز ماشي فهي كانت واحده من الريكومنديشنز مثلا للصيادله لما يبيعوا ادويه السعال اوكي ننتبه انه ما يكون المريض فعلا يحتاجه ولا هو عباره عن مدمن يدور على ديكستروميثورفان مثلا اوكي فور اتس هالوسينيتنج بروبرتيز فهمتوا كيف كمان another drug that we can use as antitussive هو diphenhydramine. Okay. في سؤال كأنه خالد تفضل. دكتور طب مدام إنه له high significant abuse potential مش المفروض يكون يعني prescription only؟ ما هم بيفترضوا إنه أنت عم بتبيعه يعني بالجرعة يعني بالكمية اللي صعب أنت تعمل عليها إدمان. فهمت كيف؟ يعني مثلاً لما تيجي على هذا الشراب اللي هون ماشي معمول بـ concentration عادية يعني مش potential أوكي لكن اللي بصير إنه ممكن حدا يعمل abuse إله ماشي فيجيب كمية كبيرة مثلاً من صدريات مختلفة ويشربها بكمية كبيرة فهمت كيف؟ يعني مثلاً برا ممكن وجدوا إنه ما في داعي إنه يكون مراقب أو controlled فهمت كيف؟ ولا حتى إحنا هون يعني ما في قانونياً إنه controlled مش زي الأدوية مثلاً مش زي الأوبيويدز الأوبيويدز مثلاً controlled بدها وصفة خاصة وبدها سجل إلى آخره لأنه الأبيوز potential في هذيك الميديكيشنز عالية جداً أوكي هذا الدواء إله أبيوز potential بس يعتبر قليل فما رأوا إنه في داعي إنه يصير control أو يكون مراقب فهمت كيف؟ تمام يعطيك العافية تمام الله يعافيك تمام إذن الديفينهيدرامين مر علينا وهو عبارة عن أنتي هيستامين من الفيرست جينيريشن أوكي طبعا نون سيلكتيف باعتبار إنه هو مش سيلكتيف على إيش على الهيستامين ريسبتورز and you remember well طبعا إنه الفيرست جينيريشن أنتي هيستامين إلها حكينا many effects أوكي related to their as we say the different action على different receptors
ومنها إنها بتعمل significant sedating effect للحالة هاي and anticholinergic properties كمان. ماشي؟ ليش بكون فعال بالكف؟ okay because it acts centrally بالمدلة. حكينا بالكف reflex centers in the medulla and it increases the cuff threshold. هلا إيش يعني إنه دواء مثلاً increases the cuff threshold؟ إنه بصير أصعب okay على ال center إنه يستجيب للstimulus. okay إذا لما بنحكي increase the threshold of pain معناها إنه المريض بيتحمل أكثر. okay نفس الإشي هون باستخدام الديفينهيدرامين الكف threshold بالcenter بالكف center بيكون increase وبالتالي I need a stronger stimulus to produce cuff. okay وبالتالي هذا راح يقلل من احتمالية حدوث الكف عند المريض. okay كمان another drug that is antitussive هو البنزوناتيت وحقيقة أنا ما شفته هون بالبلد البنزوناتيت as a remember وهو actually is a local anesthetic. okay يعني class of medication هو local anesthetic بيأخذ المريض وبعدين it acts peripherally by anesthetizing the stretch receptors موجودة in the respiratory passages باللنج والبلورا. okay هلا إحنا يعني إيش يعني briefly أو simply هذا الدراج رح يعمل زي anesthetic تخدير okay لا الريسبتورز الموجودة peripherally باللنجز okay وبالتالي بتصير زي كأنها مخدرة للستيمولاي اللي كانت راح تسبب الكف فهمتوا كيف وبالتالي this may reduce the cough reflex as it at its source okay اللي هي وين peripheral in the lungs فهمتوا كيف إله side effects such as dizziness and dysphagia and it is sold with a prescription okay فهذا مثلا اذا عبارة عن انتي تاسف بده بريسكريبشن اوكي والاوبيويدز بدها بريسكريبشن ماشي بينما الثانيين اللي ذكرناهم الدافين هيدرامين والديكسترو ميثورفان هذول موجودين اوفر ذا كاونتر يعني بدون وصفه ماشي كمان في عندنا توبيكال انتي تاسف اكيد شفتوها بحياتكم اوكي زي الكامفور والمنثول اوكي اند كيف تشتغل كيف يشتغلوا هذول طبعا هذول عاده بندهنهم مثلا على الصدر صح and اللي بصير أو إنه منحطهم مثلاً منستنشقهم من العلبة okay اللي بصير إنه inhaled camphor or menthol vapors stimulate sensory nerve endings within the nose and the mucosa okay and this will cause like a local anesthetic sensation and a sense of improved airflow okay so اللي بصير إنها تعمل زي very mild anesthesia تخدير بسيط وين بالنوز والميوكوزا okay وكمان بتعمل زي شعور إنه في better airflow ماشي أكيد إذا جربتوها مثلاً كل واحد مرشح أوكي بتفتح هي صح بتقلل الديكونجستشن ماشي ليش بتكون إذا من الفايبرز اللي بتطلع طبعاً من الكامفور والمنثول ماشي رح يشوف كمان إنه في كمان مادة أخرى بيستخدموها in some products اللي هو اليوكاليبتوس يوكاليبتوس اوكي لكن اليوكاليبتوس ما له دايركت افكت اوكي هو فقط شغله ريحه فقط مش زي هون اكتيف فيبرز فهمتوا كيف نعم لهم سايد افكت هذول لا انا حسب علمي ما لهم سايد افكت لا بالعكس حتى احنا بنستخدمهم بالاولاد الصغار صح لانه رح... لانه احنا كثير من الدروجز اوف اللي هي للكف في منها للأطفال موجودة بس مثلا أقل من سنتين it is not recommended إنه مثلا طفل ياخذ anti cough medication okay فبالتالي هدول بكونوا يعني بيريحوا طبعا الأفكت لهم temporary ماشي لكن بيساعدوا مونا إذا تسأل دكتورة بدي أسألك إحنا وين منحطه بما إنه ointment يعني على الرقبة أو على الصدر من فوق أنا ما بعرف أنا هيك بعرف هون أعلى الصدر هون أوكي شكرا أنا والله كمان يعني كنت مثلا لما الواحد يرشح ويصير congestion for example أنا كنت أفتح العلبة وأستنشقها يعني الفيبرس بتدخل وبتعمل decongestion بالأنف ماشي so yes by the way كمان إلى استخدام آخر ذكرت إذا بنعمل vapor steam
مش حكينا احنا ممكن نسخر المي نغليها صح ونستنشق الستيم، بس بدنا ننتبه ما نحرق حالنا، الستيم ممكن يكون very hot ماشي. ممكن نحط المنثولاتوم او المنثول نحطه جوا الستيم يعني جوا المي، فبصير الفيبرز تطلع مع الستيم اوف ووتر، فايش كمان بتدخل استنشاق بالأنف، كمان بتعمل decongestion وبتعمل hydration للإيرويز. هاي واحدة من اليوزز إلها كمان. محمد حسين تفضل. دكتورة بعد إذنك في بالقرى كمان كأنه بيدهنوا صوت الولد زيت يعني إيش بدهنوا؟ زيت مش عارف هذا الإشي بيشتغل ولا لا. والله هلأ ما عندي فكرة. هلأ هو يعني ممكن يطلع some vapors يعني مثلا للزيت، I'm not sure. بعرف إنه هذا الإشي بصير أو بيعمل عمل يعني، بس ما بعرف إذا هو إشي يعني really effective يعني إله ميكانيزم معين أوكي، أو إنه بس شغلة soothing نسميها soothing يعني شغلة بتريح بس كيف. ما عندي جواب، بس it would be interesting ندور إذا عملت عليها دراسات. طب كنت ندور عليها أوكي. بس يعني بس مثلا المنثول والكامفور يعني معروفة إنه فيها volatile oils بتطير، فبعرف إنها بتدخل يعني معروف الميكانيزم منها. أما والله زيت الزيتون I will look for that، بس definitely طبعا هي شغلة يعني شغل سودينج يعني الطفل، خاصة إذا دهنها للأطفال الصغير يعني عملية المساج فهمت كيف، عملية إنه هي شغلة دهنية فبترطب، فهي لحالها بتريح ماشي. فهذا الإفكت أنا بتوقع وأكيد، بس هل إله أذر إفكت يعني مثلا كدي كونجستنت مثلا؟ ما عندي يعني. الآن بدنا نحكي بس very briefly عن النوبل antitussives. أوكي as we said إذن أو as we saw most of the medications اللي تستخدم to treat cough يعني يا إما بتكون not very effective أو إنه يعني إلها some side effects. أوكي وبالتالي عم بيحاولوا إنه يعملوا research to develop new therapies أوكي for cough ماشي، وبيحاولوا كمان يركزوا على the drugs that act peripherally أوكي in order to avoid sedation، لأنه أنا كل ما بدي أعطي إشي يعمل suppression للكف رح يعمل CNS depression أوكي. فالتوجه الآن إنه عم بيعملوا researches to find some agents to treat cough وتكون peripherally acting أوكي مش centrally. وجدوا كمان معلومة interesting أوكي إنه في علاقة بين الchronic cough يعني طبعا علاقة أقصد بالميكانيزم بالpathology أوكي between الchronic cough with sensory hyperesthesia. هلا شو يعني hyperesthesia؟ اوكي اللي هو الشعور اللي هي hypersensitivity to pain خلينا نسميه اوكي، يعني مريض عنده الشعور بالالم فيه مضاعف او اكبر من الطبيعي ماشي. هون مكتوب sensory يعني سواء sensory او pain اوكي. طبعا ان شاء الله بس تاخذوا الموديول اللي هو النيرفوس سيستم ان شاء الله بس هو next year I think. راح تدرس إن شاء الله بالتفصيل إيش يعني مثلا sensory receptors، إيش يعني sensory hyperalgesia إلى آخره أوكي. لكن اللي بيهمنا الآن هون إنه في علاقة بالباثولوجي أو بالفيسيولوجي between the chronic cough أوكي والشعور بالألم أو اللي هي sensory أوكي يعني بالحواس المختلفة أوكي. وبالتالي صاروا إنه بعض الأدوية أو بعض الأجنت اللي بدرسوها بالpain research أوكي يعني بالأبحاث اللي تتعلق بعلاج الألم أوكي، وجدوا إنه ممكن يكون إلها دور بالعلاج of chronic cough ماشي. وبالذات هدول new drugs will target two receptors مهمين جدا موجودين بالperipheral nerves اللي اسمهم TRPV1 وTRPA1 ماشي. بدون ما ندخل بالتفاصيلها شو هي، بس لازم تعرف إنه هدول receptors موجودة بالnerves بالperiphery أوكي، ولما يصير لها stimulation لهدول الريسبتور بصير النيرفز more sensitive to pain أو more sensitive to sensory stimulation فهمتوا كيف؟
فالآن هم بيحاولوا يدوروا على دراجز تكون inhibitors أو antagonists لهدول الريسبتورز، أوكي، وبالتالي إنها بتقلل النيرس. In theory هذا الإشي المفروض إنه يقلل إيش stimulation أو sensitivity to cough send to care. فإن شاء الله كمان لما نقضي النيرس سيستم رح نتعرف أكثر على TRPV1 receptor والTRPA1 receptor. أكثر إشي بنشوف إيهم أهمية بالسنسوري نيرس، أوكي؟ هاي بس نبذة يعني مستقبلية خلينا نسميها هذا السلايد، أوكي؟ طيب بالنسبة للتريتمنت أوف كاف يعني في بعض الغايدلاينز، أوكي، بالنسبة للتريتمنت. أول إشي إحنا as we say the acute cough usually is self-limited. ال non-pharmacologic treatment بالحالة هاي ممكن تكون very useful، أوكي؟ ومن non-pharmacologic treatment مثلا عندنا non-medicated lozenges، أوكي، يعني ملبس، أوكي، ممكن يكون non-medicated وممكن يكون medicated، ماشي؟ الآن مثلا مبدأ الهوميديفيكيشن هذا حكينا عنه لما حكينا I think عن upper respiratory tract infections، حكينا إنه وجود humidity معينة في الجو البيت is extremely important، صح؟ حتى ما يصير في عندي infections، وحتى الميوكوزا تكون بـ healthy condition. وبالتالي أنا لما أحافظ على الهوميديتي المطلوبة هذا الإشي راح يساعد على الكف، يقلل من الكف، أوكي. كمان إذا عملنا interventions to promote nasal drainage هذا الإشي ممكن أكثر إشي نشوفه بالأطفال very young اللي أقل من سنتين. هلا newborns والأطفال اللي أقل من سنتين ما بيقدروا يعملوا يعني خلينا نحكي لحالهم يتخلصوا من الميوكوس أو من السيكريشن فهمتوا كيف؟ وبالتالي ممكن إحنا نساعدهم مثلا للبيبيهات الصغار بيبيعوا إشي زي الشفاط اللي مش عارفة تسميها بومب صغيرة، أوكي، ممكن نسحب فيها النيزل دريننج، ماشي، وبالتالي هاي بتريحهم فهمتوا كيف؟ يعني هاي اللي كانت المثال عليها، أوكي. وفي النقطة الأخيرة اللي هو الهايدريشن حكينا سابقا، أوكي، to keep the patient good يعني very well hydrated راح يساعد على إنه الميوكوس ما يصير سيك وبالتالي يصير التخلص منه أسهل، أوكي. هلا بال treatment of acute cough as we said pharmacologic treatment is not necessary، أوكي. هلا patients report benefit from various over the counter preparation يعني المرضى بيروحوا بيشتروا من over the counter preparation over the counter يعني أدوية بدون وصفة طبية بيروحوا بيشتروها من الصيدلية وبرتاحوا على الشربات، أوكي. However as we said clinical trials ما أثبتت إنه هي أفضل من البلاسيبو أو إنها أفضل من لا شيء، أوكي. في options ممكن من ال home remedies، أوكي، يعني من خلينا نحكي من العلاجات البيتية البسيطة، أوكي، ممكن تكون very effective بالكف بالأكيوت كف. تنقلي على ما أذكر مثلاً إذا بنفتح على موقع الـ NHS اللي هي National Health System ببريطانيا مثلاً ونقرأ على treatment of cough بكونوا كاتبين إنه to use honey and lemon قبل الأدوية، أوكي، يعني بالrecommendations، أوكي، وكمان على ما أذكر ذكرين كيف نعمل الخلطة يعني، أوكي. فيعني بالأكيوت كاف إحنا دائما ننصح إنه نعمل hydration ونشرب من هذول الهوم remedies المعروفة. الهوني اند ليمون ار فيري افكتيف، اوكي. اما اذا قررنا انه نستخدم فارماكولوجيك تريتمنت للاكوت كاف وي كان يوز ديكساميثاسون، اوكي، البنثول اللي ذكرناه والانتي هيستامينز، اوكي، فهذول حكينا، ماشي. بس لازم ارجع اكد على نقطه انه الديكساميثاسون والانتي هيستامين ار كف سبريسنت، اوكي، وبالتالي ممكن انه احيانا ايش ما يكونوا ريكومندد اذا في عندي بكتيريال انفكشن as I said before، ماشي. هلا بالنسبه للتريتمنت اوف كرونيك كف، اوكي، هون راح يعتمد على الكوزز اوف كف as we say دائما لازم يكون هدفي الاول هو التريتمنت اوف ذا كوز اوف كف، ماشي. As we say ممكن يكون أزمة، ممكن يكون جرد، ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون سينوسايتس، اوكي.
فإذا عالجنا السبب راح يتعالج الكف إيش يعني accordingly. المشكلة بتصير إنه في some people okay ولو إنهم نسبة قليلة بيضل عندهم chronic cough غير معروف السبب okay أو ما بيستجيبوا لإيش اللي هي اللي يعني بكون عالجت أنا المشكلة الأساسية وستيل الكف بيضل موجودة عندهم okay. فهذول المرضى لازم نعملهم نعطيهم treatment ب antitussive in order to suppress الكف اوكي والانتيتاسيف ذكرناهم اوكي الاوبييتس الدكسوميثورفان الى اخره اللي ذكرناهم سابقا تمام. في نقطه كنت بدي احكيها بالنسبه للدوزج فورمز راح نلاحظ انه اغلب ادويه الكاف بتيجي على شكل سيرب شراب ماشي مع انه مثلا ما حكينا من الميوكوليتكس والاكسبكتورانت في منهم حبوب كمان صح وبكونوا افكتيف بنفس الافكاسي يعني سواء كانوا على شكل شراب أو كانوا على شكل حبوب ماشي. ولكن يقال إنه التوفيق توجه إنه دائما أدوية الميوكوليتكس والإكسبكتورنت يكونوا على شكل شراب لأنه في زي جانب نفسي عند المريض إنه لما يأخذ دواء القحة لازم يكون على شكل شراب يعني هاي معلومة هيك إنترستينج ماشي. بالإضافة لنقطة أخرى إنه داخل الشراب بكونوا حاطين مواد سكرية اوكي بتعمل زي كوتينج للايرويز هي مش للايرويز هي بس للحلق هون ماشي ما بتوصل للايرويز بس بتعمل كوتينج للابر ايرويز هون ماشي وبالتالي بتعطي هاي زي شعور بالراحة فهمتوا كيف اللي هو نفس الشعور اللي بعطينا اياه مثلا الهوني العسل صح لما نشربه احنا عندنا قحة بنحس انه العسل نفسه بيريح ماشي هذه الراحه اللي بتصير بنسميها سودينج او ريليف هاي بتكون من توبيكال افكت ماشي لانها بتغطي الميوكوزا وبتريحها انتو كيف عشان هيك يعني احيانا انه بنشوف اغلب ادويه القحه بتكون على شكل شراب حتى لو هي يعني ممكن تكون على شكل حبوب. طيب اوكي هيك بتكون خلصت المحاضره. في حدا حب يسأل بأي شيء حتى بالمحاضرات السابقة؟ يبدو إنه كل شيء واضح تمام. أنا كنت بدي أحكي شغلة ممكن من الأول لازم حكيتها بس الآن خطرت ببالي أو مش خطرت ببالي والله وصار لي فترة بدي وتس في حدا سائل هو لجاي وتس cutaneous which is gastric وتس cutaneous reaction cutaneous in the skin يعني reaction in the skin ممكن تكون مثلا rash يعني طفح جلدي ممكن تكون طبعا cutaneous reaction مع الأدوية كثيرة ممكن من أبسط الأمور يكون rash ممكن يكون إشي allergic أصعب ممكن يصير زي wound ممكن يصير ulcer أو أشياء أصعب بس كلمة cutaneous يعني anything related to skin okay. أوكي اللي كنت بدي أحكيه فقط لغير يعني إنه ما بعرف بتوقع يعني أو بخاف بديش أخاف الفترة الزمنية اللي إحنا بنعيش فيها صعبة شوي ماشي وكنا عايشين تحت الضغط وتحت الستريس وبتجينا حالات من اللو مود مزاجنا بصير سيء ومنحس بالضغط ومشاعر سيئة فهمتوا كيف؟ أنا فقط كنت بدي أحكي يعني أنتوا كطلاب كمان عايشين بضغط كبير ماشي لا أنتوا عارفين تعيشوا حياة اجتماعية كغيركم يعني كالأجيال السابقة تجينا الأخبار السيئة خبر وراء الخبر فأنا بس كنت بدي أحكي يعني إنه إحنا يعني الأساتذة اللي بالجامعة يعني إحنا موجودين للمساعدة إذا احتجتوا إذا حدا مثلاً حب يحكي إذا حدا حب يسأل إذا حدا حب يودي إيميل يعبر أنا يعني موجودة للاستماع المساعدة إن شاء الله يعني إذا واحد كمان بيقدر يساعد بيساعد يعني بس إنه حبيت أحكي لكم يعني أنتم مش لحالكم يعني في هذا الوقت العصيب وإذا في يعني أي إشي ممكن نعمله كمان إلكوا احكوا لي ماشي لأنه عايشين بفترة جداً عصيبة الله يعافيكي رهف بس وأنا من كم يوم يعني بدي أحكي لكم هذا الإشي
احيانا ممكن تحسوا انه في مسافه او يعني مع الدكاتره، بس عند الجد يعني اذا حدا بحاجه لاي شيء يعني احنا موجودين، ما تترددوا انكم تلجوا لنا يعني لاي شيء بضايقكم. اوكي والله يعني ما بعرف، انا كثير يعني من اهتمامات المنتل هيلث، وبصراحه بجوز هاي من اسوء الفترات ممكن يكون فيها المنتل هيلث لنا، صح؟ الأخبار السيئة تتردد، وبالتالي بس هذا اللي حبيت أحكيه. ماشي، إذا مش عارفين مع مين تحكوا، مع مين تعبروا، إذا في مشكلة كبيرة، أوكي هاي إحنا موجودين سواء أنا أو زملائي، يعني مش بعيدين عنكم. أحيانا إحنا بنحاول نخلي في نوع من الرسمية بالتعامل لأنه ضروري، صح؟ بالسياق التعليمي، وبنفس الوقت يعني عند وجود مشكلة يعني إحنا موجودين. تمام؟ العفو. ونفس الإشي بالنسبة اللي بيتعلق بالمادة بالامتحان كمان، لسه أنا ما بعرف متى امتحانكم، الخميس الجاي ولا متى؟ الخميس القادم 25. أنا كمان موجودة بالإيميل، يعني إذا تأخرت يوم أو يومين بس إن شاء الله بالأخير برد. وإذا كمان برجع بقى بعيد، إذا حبيت تعملوا مثلاً أو حددينكم مثلاً موعد نعمل شو نسميها ساعات مكتبية مثلاً، طبعاً أنا جاهزة، احكوا للسي آر وبنسق معي شو رأيكم إذا حابين. أوكي إن شاء الله نشوف الدفعة. دكتورة أشكرك ويعطيك العافية، وأنت من أقرب الدكاترة على قلوب الطلاب، يعني ما شاء الله عليك. والله شكراً لكم، والله شكراً لكم، يعني إحنا بنحاول نعمل اللي علينا يعني، لكن احيانا ما بعرف والله كلنا سواء انا او زملائي والله الكل بيعمل جهده، وحتى اذا في اي شيء ممكن انتم تفهموه، لكن تذكروا ان احنا دائما نشتغل يعني من باب مصلحتكم، يعني نفصل بين محاضرتين فضفضه. والله انا جاهزه. لا بس حقيقه يعني انا موجوده، اذا حابين تاخذوا اي محاضره سواء للأسئلة أو لأي إشي بس خبروني عن طريق السيارة. تمام؟ تمام إن شاء الله. أشكرك دكتور. العفو. يلا أعطيكم العافية. نعم تفضل. الله يعطيك العافية. بدي أسأل ليش ما نستخدم الـ IV مغنيسيوم في الـ COPD؟ والله شوفوا هلأ هو بشكل عام استخدام الـ IV مغنيسيوم بجوز علقنا عليه انه هو مش شيء ضروري او مش الكل يعني بيعمل ريكومنديشن على استخدامه. هم وجدوا انه له صم برونكوديليتور افكت، اوكي فله ريكومنديشن انه بالازمة اكزاسربيشن يو كان يوز ات، اوكي هي واحده من الاوبشنز بس مش من الاوبشنز الاساسيه. هاي الشغله الاولى. هلا بالنسبه للسي او بي دي انا ما بعرف ليش لا يستخدم، بس عاده لما يكون الدرج مش موجود بالريكومنديشن فهذا يعني انه لما جربوه على المرضى بالكلينيكال ترايلز ما كان له افيكاسي، وبالتالي ما دخلت بالريكومنديشن. هذا هو السبب عاده. اوكي شكرا دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تمام يلا الله يعطيك العافيه وان شاء الله بالتوفيق بالامتحان. يلا الله يعطيك العافيه، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتوره.